كريم، قبل ما تنزل النهارده تقولي اعمل لك اكل ايه عشان انا زهقت، وما تقوليش اعملي اي حاجه دي، انت فاهم؟ وبعدين كلمه اعملي اي حاجه دي معناها ان انت مستخسر تديني دقيقه واحده من حياتك. انا تعبت يا كريم، تعبت. اللي يفصلك طيارة مراوح كاسل، اقوى مراوح في مصر، موتور نحاس بقوه 1500 لفه في الدقيقه، تاتش كنترول، ورغم قوتها بتشتغل بكل هدوء. مراوح كاسل، هنا العاصفه. كلامنا اول كوبايه لبده. صباح الخير. صباح الفل. وكوبايه في الثانيه الحكاوي تكتر. لطفي لطفي كريم كريم. طيب نستأذن احنا لسه في دور شاي كمان. هو ده الكلام، اذا كان كده بقى معلقه سكر زي اللي فات. ما هو لبتن بلونه وطعمه الغني مع كل تكه معلقه يظبط لك الكلام. الله، لبتن بيظبط الكلام. يا عيني عليك يا بسو، انا جاي اخد كوش جامد بس مقرش، كل اللي جاي حلو كل اللي جاي فريش، انا جاي سخن نار وسريع الانتشار، عندي ملوك السعاده كل اللي جاي دمار. بزوكا 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 بزوكا، طاير وفرد جناحي تشوفني في كل النواحي، اطلع لك من كل حته وليل ونهار تلاقيني صاحي، انا جاي ونفسي رايحه وكل الشله معايا رايحه، وبموت انا في الكريسبي لو غرقان في جبنه سايحه. بزوكا 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 بزوكا، السوق عمل كل حاجة، ده اللي مدلع الدجاجة، عمل أجمل سر خلطة وكسر عقدة الخواجة، احنا فراخنا مدلعينها ايه، الجبنة مغرقينها ايه، السوق هو السيطرة خلصة معانا مخلصينها. عايزة أحلى أوضة نوم واختيارات في الليفينج روم. مين سمعك مين؟ مين سمعك مين؟ مش عايز اعمل ميت مشوار برضو مقلق من الاسعار. مين سمعك مين؟ مين سمعك مين؟ وان ديزاينات كتير، عايزه فرايتي في التفكير. تو كواليتي الحاجات بالنسبه لي هو الاساس. ثري تفصيل في الميعاد، اصل ورانا التزامات، مش لازم ميت محل، احنا خلاص لقينا لكل حل. هاب فرنتشر هو الحل. احنا في هاب فرنتشر عارفين اهمية كل ده، 15 فرع واكتر، كمان اونلاين ستور بيقدم لك كل ده. هاب فرنتشر، الهاب كله. لا محمود، وهو مش هينفع ابقى متابع مع العميل كل ده وتيجي تمضي معاه الجاهز. يا ابني افهم، نشفت ريقي. طب اقفل يا محمود، سلام. يرضيك كده سقه؟ لا، ما هي دي مش اخلاق فرسان بصراحه. انا شرحت له بقى وهو حر، هعمل ايه؟ بقول لك يا ابو السقسيق، ما تجيب كوبايه ميه حلوه من عندك كده. لا فترة ايه؟ انا عايزها ساقعة مشبرة عشان ابلع الكلام ده. ايوه انا محتاج اهدى فعلا. ماشي، اعمل لي شاي. ايوه يا صلاح، هاكل اي حاجة كده وانزلك. ايه؟ ثانية يا صلاح، بكلم الساقة. الفنان ايه؟ انت مش فاهم حاجة. عندك اكل بجد؟ الله عليك يا ساقة، جامد. وكمان عصير؟ ساقة طلع شايل لي اكل وعصير. اصلا يعني انت مش نازل؟ سلام يا صلاح. تعرف يا سقه، انت اجدع من كل اللي اعرفهم في حياتي، عمرك ما قلت لي على حاجه. لا، مبرد مياه كسل، اقوى مبرد في مصر، بيتلج ويغلي 5 لتر في الساعه، بيوفر في الكهرباء وبتلاجه لحفظ الاكل. مبرد مياه كسل، ما اسموش سقه وما بيقولش لا. كلامنا اول كوبايه لبده. صباح الخير. صباح الفل. وكوبايه في الثانيه
الحكاوي تكتر. لطفي لطفي كريم كريم. طيب نستأذن احنا لسه في دون شاي كمان. اه هو ده الكلام. اذا كان كده بقى معلقه سكر زي اللي فات. ما هو ليبتون بلون وطعمه الغني مع كل تكه معلقه يظبط لك الكلام. الله ليبتون بيظبط الكلام. الاهلي في مواجهه ترجي تونسي في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا. الاستوديو التحليلي الاقوى مع الكابتن ايمن شوقي. الاستوديو التحليلي السبت الساعه 6 مساء على قناه الاهلي. مش هيسيبنا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن اشرف، الجيل الحالي من اللاعبين اعتقد بيتحلى بشخصيه، رايك برضو في هذا الامر، شخصيه نادي الاهلي؟ طبعا طبعا. وعايز اقول لك انه هذا الجيل يعني يستحق اشاده كبيره جدا جدا. يمكن مر بظروف صعبه جدا اسلام الفترات اللي فاتت او السنين اللي فاتت. الجماهير اول يعني ده مبدئيا. وانت عارف طبعا جماهير النادي الاهلي تحديدا، مش بس الجماهير المصريه عموما، بيكون لها يعني تاثير غير طبيعي على كل اللاعبين في النادي الاهلي. انه يحقق البطولات دي في عدم وجود جماهير، في عدم وجود حتى الاحساس بالنشاط. يعني انت متخيل ان يبقى النشاط واقف مثلا وبترجع بتلعب مثلا بطوله افريقيا بس مفيش دوري مفيش، فحتى الاحساس بده كان بيفتقده بعض لاعبي النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي في فتره من الفترات. فاعتقد ان هم يستحقوا الاشاده بشكل كبير جدا، وصول لخامس مره لفاينل افريقيا، 4 بطولات لافريقيا ان شاء الله يعني في البطوله الجايه باذن الله يعني نقدر نحقق هذه البطوله. وبالتالي جيل انا شايف انه يعني يتسم بشخصيه النادي الاهلي. عندهم شخصيه النادي الاهلي، خاصه يعني زي كنت بقول لك، ويا ريت الناس تفهم بس اللي اقصده، انه يعني في جيل مانويل جوزيه او جيل كويسلام كان بيتمتع بجماعيه في الاداء وفي المهارات وفي الامكانيات وفي الانسجام وفي المنظومه بشكل عام، في جماهيريه النادي الاهلي وقتها وتواجد الجماهير، وبالتالي المنظومه بشكل عام داخل النادي الاهلي كانت مكتمله. أيوة. يعني تقدر تديها مثلا 9.5 او 10 من 10، لكن هذا الجيل بيفتقد بعض الامكانيات بشكل عام. فاعتقد ان هم يعني يستحقوا انه الاشاده، وطبعا بيتسموا بشخصيه النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وقدروا من خلالها ان هم يحققوا بطولات كثيره للنادي الاهلي. برضو الحقيقه عامل التاريخ مش لوحده بيبقى دايما كفايه، لانه انا بشوف ان الناس خلال هذه الايام وخلال هذه الفتره دايما قبل مباريات الترجي يقول لك ايه، تفوق النادي الاهلي على الانديه، تاريخ المواجهات. تاريخ المواجهات طبعا، ما ده تاريخ ولازم نقوم. صحيح. ولكن التاريخ غير صحيح. الحاضر غير الواقع طبعا. الترجي مختلف تماما عن السنتين ثلاثة اللي فاتوا على الأقل. صحيح. طب عايز أسألك سؤال. أنت كلاعب بالتأكيد مريت بتجارب كتيرة جدا، أعتقد أنك في بعض المباريات كان يعني بتشعر كده أنه في كرة قدم عندنا يعني الدنيا ماشية، يعني لا يعني حاجه كده بتقول كعبك عالي شويه على الفرقه دي، يعني كنت بتحس بده؟ انا عمري ما حطيت، ما حسيتش ده، ما حسيتش ده. الجيل اللي احنا كنا اللي انا كنت بتشرف بالتواجد فيه جيل مثلا ما اتغلبش من الزمالك ابدا، ولكن كل مباراه كنا بنبقى بنلعبها. احنا لعبنا الزمالك في افريقيا بجديه، وطبعا لعبنا الزمالك في الدوري. كل مباراه بالنسبه لنا كانت
ازاي اقدر اكسب، انا ما كسبتش اللي فات والزمالك اللي هيكسب الماتش ده. كل ماتش كل وده اللي بيديك مسؤوليه داخل الملعب عشان تقدر تادي بشكل جدي. يعني ما كانش في حاجه اسمها كعب عادي او ما كناش بنحط، ما اعرفش، انا واحد من الناس ما عنديش مش عارف يعني. انا كان يعني كان عندي الموضوع ده او كان يعني مثلا يمكن عشان انا مهاجم شويه ممكن شويه بتكون عند المهاجمين انه بيشعر في بعض المباريات انه الفرقه دي انا. وفعلا اسامه في بعض المباريات كنت بحس انه اني بجيب اهداف او بحرز اهداف في فرق معينه وبشكل معين وزي ما بتخيل يعني يعني احيانا ده بيحصل شويه. طبعا تاريخ المواجهات او التاريخ بيدي لك ثقه لكن طبعاً. ما بتبقاش داخل الملعب بتبقى محتاجه الاساس طبعا مش بيبقى ده الاساس، بتبقى محتاجه شغل وتركيز وجهد كبير جدا جدا، خاصه ان كره القدم اختلفت شويه عن زمان في الجديه وفي النواحي البدنيه كمان، النواحي البدنيه اختلفت كتير جدا عن زمان. أي. بقى في معدلات جري غير طبيعيه طبعاً. ورقابه وتمركز ويعني المواضيع اختلفت كمان جدا عن زمان، وبالتالي الموضوع محتاج مجهود كبير جدا جدا وتركيز كبير. مباراه هتكون عصيبه جدا وهيكون فيها سيناريوهات كتيره جدا، واتمنى ان مستر كولر ولاعبتنا يكونوا عندهم استعداد كبير لتغيير السيتويشن بقى داخل او انهم ازاي يقدروا يغيروا الفكر داخل الملعب، لانك في بعض الاوقات محتاج تعديل النواحي الخططيه او تغير طريقه اللعب داخل الملعب، او انك ممكن تكون بتخترق من العمق فمحتاج تلعب كرات عرضيه. بالتاكيد هنيجي للتشكيله انا وانت لانه مهم جدا ان يكون عندك طريقه معينه في خوض هذه المباراه من البدايه عشان تقدر تتفوق شويه على الترجي في فك الحصون الدفاعيه دي والتكرارات الدفاعيه الكتيره جدا اللي هيواجهها النادي الاهلي. طيب هنكمل كلامنا ولكن خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن استعدادات النادي الاهلي ونرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. طيب بما اننا بنتكلم عن الجمهور ودور الجمهور، هل الجمهور سيكون عامل ايجابي ام سلبي من وجهه نظرك؟ بمعنى ضغط طبعا مش سلبي بمعنى شيء اخر. مستحيل يعني أوكي. عمرنا ما شفنا جمهور النادي الاهلي بيسبب ضغوط على لاعبتنا في اي مرحله او في اي مباراه، خاصه المباراه النهائيه والفاصله صحيح. دي يعني عمرنا ما شفنا ده. جمهورنا لازم يتسال يعني. طبعا لكن عنده خبرات كبيره، جماهيرنا كمان عندها خبرات كبيره جدا اسلام حقيقي. وعندها وعي غير طبيعي امتى توجه وامتى تشجع وامتى يعني بتدعم بشكل كبير. لا يعني جمهورنا عنده خبرات كبيره جدا جدا، واعتقد انه كان ليه دور غير طبيعي وكبير جدا جدا الفترات اللي فاتت في تواجد النادي الاهلي على منصات التتويج على مدار السنين اللي فاتت دي. الجمهور هيفرق بنسبه قد ايه؟ شوف انا بقول يعني مش هقول نسبه ونسبه، يعني نسبه جمهور ونسبه لاعبين، لكن جمهورنا بيفرق بنسبه 100% مع لاعبين. روح وقتال واستمرار ده، لانك احيانا في المباراه زي ما قلت اسلام متفضلت وقلت انه في بعض الاوقات انت بتسرح او بتزهق من كتر ما بتهاجم، مثلا مش قادر تحرز هدف او في عدم توفيق فبتزهق وبتريح شويه. ده حال كل اللعيبه في العالم يعني. الجمهور ده دوره، وبالتالي جمهورنا الحقيقه بيفرق مع لعيبتنا كتير جدا بنسبه 100% طبعا يعني. جمهور بيفرق مع اللعيبه وهذا هو الامر، لانه حضراتكم هيكون لكم دور كبير جدا 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 يوم السبت القادم ان شاء الله. ويسببوا ضغط كمان على الترجي يا اسلام، يعني ده مهم جدا طبعا. ده الاساس في كل شيء. طبعا الترجي فريق كبير وعارفين معنى يتعاملوا ازاي ده. صحيح عارفين يتعاملوا ازاي، ولكن انا براهن على جمهور النادي الاهلي كيف يستطيع مؤازرة لاعبيه. صحيح زي ما انت قلت في الوقت او زي ما احنا متفقين الوقت اللي بيبقى فيهم واحد سرحان شويه او مش في دماغه شويه او صحيح. بتاع الجمهور هو اللي بيرجعك. صحيح. مره ثانيه نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. من وجهه نظرك هل من الممكن ان نرى تغيرا في التشكيل في مباراه يوم السبت من ناحيه الاهلي او من ناحيه الترجي؟ لا الترجي اعتقد تشكيله ثابت من مباريات كثيره، يعني ما بيغيرش في التشكيل، خاصه ان هم يعني مجموعه متجانسه في خاصه في النواحي الدفاعيه، خلاص عارفين بيقفلوا ازاي ويتعاملوا ازاي في المباريات الكبيره دي. النادي الاهلي يعني عندنا طبعا تغيير اضطراري باصابه علي معلول، يعني ان شاء الله يكون
ان شاء الله يعني يرجع بالف سلامه وسريعا للنادي الاهلي. لكن انت مضطر يبقى في عندك حد في الناحيه الشمال. باستثناء التغيير ده اعتقد انه مستر كولر اعتقد انه مش هيغير في التشكيل بنسبه يعني باي نسبه يعني ما اعتقد العشرة الباقيين هيشاركوا في المباراه من بدايتها نفس التشكيل اللي فات باستثناء علي معلول. ولو يعني اتكلمنا على طريق عبد القادر عوده كوكا عوده يعني لسه عمرو بقى يعني هل من الممكن ان نرى مثلا احمد عبد القادر ممكن نرى كوكا في وسط الملعب او ناحيه الشمال؟ انا بكلمك في بدايه المباراه بداية المباراة في التشكيل مش هيعمل تغيير باستثناء علي معلول يعني يكون في حد يعني لو كريم او دبيس كريم او دبيس او كوكا يعني اعتقد انه هيكون في حد بيشارك من الثلاثه لكن يعني شايف الاقرب بالنسبه لمستر كولر ممكن كريم فؤاد لكن من وجهه نظري شايف كوكا الحقيقه في الناحيه الشمال ممكن يكون افضل تواجده في الناحيه الشمال مع النادي الاهلي. شوف انا بقول ليه كوكا لان انا واثق 100% ان مستر كولر ما فيش حد بيدخل التشكيل الا ما يكون سليم وجاهز بنسبه 100% وبالتالي يعني لو كوكا متواجد هيكون اعتقد التدريبات الجماعيه يعني اعتقد هيكون افضل تواجده في الحته دي مع المجموعه اللي شاركت في المباراه اللي فاتت. لعبه برجله الشمال اعتقد بيديله الادفانتج شوف بيفرق كتير يعني بيفرق كتير جدا انك في الناحيه الهجوميه يعني خلاص حته انك تبقى اشول تلعب من ناحيه الرايت او بتلعب برجلك اليمين وتلعب من ناحيه الليفت بيكون عندك ميزه في التصويب او بتدخل لجوه بيكون يعني في حتى شويه المدافع ما بيبقاش عارف انت هتعمل ايه تطلع بره او تعمل كروس او تدخل لجوه وتشوط لكن شويه الباك ليفت او الباك رايت انت بتعتمد اكتر على الناحيه الهجوميه في الكرات العرضيه انت مش محتاج يعني صحيح. نادرا لما بتشوف يعني الباكات ليفت او الرايت بيكون ليهم مهام هجوميه في انه يدخل جوه ويصوب او الحاجات دي لكن بتعتمد اكتر عليه يمكن يعني مؤخرا في الكرات العرضيه شفنا الحاجات دي شوية يعني ارنولد شويه في السيتي بيعمل كده شويه خلينا نتكلم على مصر طبعا الموضوع شويه صعب شويه لكن يعني شفناها مع عمر كمال مثلا واهدافه في الفتره الاخيره انه كان بيلعب في ماتش الاتحاد لما كان بيلعب شمال وكان بياخد الكره وبيشوط عنده الميزه عنده الميزه الكبيره في ده لكن اعتقد في شويه في الباك ليفت او الباك رايت في مصر بنعتمد اكتر على او بنعتمد عليهم اكتر في الكرات العرضيه والاختراقات من عايز اوريك تقرير يا اشرف مهم يعني للجماهير التونسيه وماذا قالت عن هذه المباراه ولكن مهم عايزك نسمع التقرير ده كويس لانه يعني انا لما سمعت التقرير هستنى تعليقك على هذا الامر خلينا نطلع نشوف ماذا قالت الجماهير التونسية جماهير الترجي المحترمة عن هذا اللقاء مباراة النهائي ما بين الأهلي والترجي ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان مباراة ما بين كبيري القارة الإفريقية النادي الأهلي ونادي الترجي التونسي شوط أول انتهى في ملعب حماد العقربي بالتعادل السلبي بدون أهداف لسه مباراة تانية 50-50 ما بين الأهلي والترجي خليني في البداية أرحب بيك أهلا بيكم في مصر مباراة نتمنى تخرج في إطار الروح الرياضية اللي بتجمع ما بين الأهلي والترجي أكيد احنا أخوات احنا اللي هنا في بلادنا والشعب المصري فرح بينا برشا ويعطيكم الصحة على كل شيء واحنا جايين مأمنين بفريقنا ومأمنين بحظوظنا صحيح 50-50 اما اللي باش يغلط باش يعطي لقب يا اما باش يمشي للترجي يا اما باش يقعد لهنا في القاهره اما باذن الله باش نروحوا بيه معانا ان شاء الله في الطياره ان شاء الله انت عايز تروح بيه واحنا اللي عايزين الكاس يفضل عندنا ده حق مشروع ده هاي حق مشروع بالزبط. انت تحلم باش 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 ترفع لقب في بلادك وانا نحلم باش نروح باللقب لبلادي ونرفعه لهنا في القاهره انتم رفعتوا لقب في رادس 2012 2018 هزيناه نحن على الاهلي وان شاء الله سنة باش تولي 2-1 ان شاء الله للترجي ان شاء الله احنا على خاطر زوز فرق كبار في افريقيا مستحيل تلقى واحد ترجاوي يشجع فريق الزمالك او فريق اي فريق ثاني احنا كيف زاد عنا في تونس فريق النادي الافريقي في جماهير بتشجع الاهلي اللي صار معنا في مصر صار مع الاهلاويه في تونس احنا كترجي ولا انتم كاهلي تشجعوا كم فريق الاهلي كاو احنا نشجعوا كم فريقنا كاو ما يهمناش حتى فريق الترجي والاهلي يعني كلاسيكو من كلاسيكيات القاره الافريقيه فريقين كبار جماهير كبيره كل فريق عارف قيمه الثاني كل نادي عارف قيمه الفريق الثاني بجمهوره هذا اقوى كلاسيكو شكرا لكم على الاستضافه
برشا اهلاويه فرحوا بيا هنا، يرحم والديهم الناس الكل. هذا اقوى كلاسيكو في افريقيا، شارم ليه شارم اخر. كنا تكون فينال ترجي والاهلي، مش كيف تكون فينال ترجي وفريق اخر، ولا الاهلي وفريق اخر، مش كيف الاهلي وترجي. احنا واعيين باللي بالماتش وكبر الماتش وكل شيء، عندنا ثقه في المجموعه نتاعنا، خلاونا نحلموا ماتش سان داونز، خلانا نحلموا برشا. من الاول ما كناش نحلم، حلمنا وسافرنا على جال جمعيتنا على خاطر عندنا ثقه فيهم. ان شاء الله يكون الماتش فيه برشا روح رياضيه واللي يربح صح عليه. والله النادي الاهلي تعمل حساب اللاعبين الكل، مثلا انا يعجبني شحات ولا امام، لكن فما حاجه عجبتني برشا كي جيت لمصر، شفت الناس فرحانه، حاسه روحها ديجا هزت الكاس، وانا هذا فرحتني. وان شاء الله يكون لاعبين الاهلي يخموا نفس التخمام تاع الجمهور. امنيه عندي، نتمنى يعني، مش اللي نتمنى يحصل، انا نتمنى يكونوا اللعيبه نتاع الاهلي تخمم نفس اللي يخمم فيه الجمهور، هكاك نجم نروحوا بالكوب. اذا كان مش تخموا ان الماتش مازال 50-50 باش يكون صعيب شويه الماتش. نرحب بكم ونشكر كل الجماهير الاهلاويه اللي رحبت بنا هنا في مصر، فرحوا بينا بحاجه مش جديده، يعني نهائي بين اثنين من كبار افريقيا. ان شاء الله يكون اول حاجه فوز الترجي، هذا امنيتي ان شاء الله، ويا ربي تتعدى ماتش بروح رياضيه كبيره، وان شاء الله الترجي يفوز ان شاء الله. والله في العاده احنا كجماهير ترجي ولا ترجي بصفه عامه ما نخافش من اي حد، بس يعني نجم نقولوا شويه بيرسيتاو ممكن هي يقلق شويه، بس بقدره ربي ما يخوفنا حتى احد. الترجي احنا نخافوا كان مروحنا، يعني الحاجه الوحيده اللي نجم نخافوا منها هي لاعبتنا جوارنا، اما المنافس قدر ما خافنا حتى حد ان شاء الله. حاجه عاديه من السنين، مش من توا، يعني حاجه من اول الدنيا، ترجي والاهلي نكهه خاصه ومش حاجه جديده علينا، وانا فهمت شنو ان شاء الله مربوحه. والله الحاجه الاولانيه نبدا بها، نحب نشكر معناها الاستقبال اللي هنا اللي جينا. انا جيت البارح، انا جيت من المانيا وجيت مع اصحابي، هم هبطت بحذاهم في ايطاليا، وبعد رحنا هنا لمصر. احنا قصينا من قبل ماتش الذهاب، من اللي ربحنا سان داونز كسبنا، قلنا حنروح للماتش الاياب بالقاهره. نبدا بالنادي الاهلي، النادي الاهلي نادي كبير، مش احنا باش نحكيو على نادي زي النادي الاهلي، وخمس فاينل على التوالي، خبره كبيره. انتم هنا عندكم الاهلي نادي القرن، احنا الترجي بنقول غول افريقيا. بصراحه ماتش بين الاهلي والترجي بنقول بالتونسي دربي افريقيا. جماهير كبيره بالاهلي، كبيره بمصر، نقدروا بعضنا، نحبوا بعضنا، واللي يربح صح عليه. هي في الاخر ماتش فاينل، اللي باش يربح صح عليه. تقعد ديما كوره، احنا شقاء مصريين توانسه، كيما بالكوره عندنا منتخب تونس، منتخب مصر، عندنا دربي. نقدم تهاني للنادي الاهلي ونادي الترجي، باش نروح مع بعض لامريكا. كلام مهم جدا ومحترم جدا. تظل دائما العلاقات المصرية التونسية أو الأهلوية الترجوية علاقات رائعة زي ما حضراتكم شايفين، على مستوى الإدارات، على مستوى اللاعبين، على مستوى الجمهور. ولكن هل لفت نظرك حاجة مثلا معينة؟ كل طبعا العلاقة يعني طيبة على كل المستويات، لكن يعني شدني كلام أحد المشجعين، يعني طبعا أهلا بيهم في مصر بلدهم التاني، يعني انه بيتكلم على ان لاعبتنا تبقى يعني منساقه مع الجماهير في ان البطوله خلاص في 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 النادي الاهلي. يعني دي بتسبب مشكله احيانا. ما شفتش جمهور، ويعني انا قريب الناس متفائله، يعني في بعض الناس وناس كتيره متفائله ان شاء الله باداء النادي الاهلي وبحماس وروح لاعبتنا الفترات الاخيره، وفي المباراه اللي هناك كمان ادت ثقه لجماهيرنا شويه انه النادي الاهلي قادر ان شاء الله على تخطي عقبه الترجي والفوز بالبطوله باذن الله تعالى. الثقه دي يعني لما تبقى في محلها مع الشغل والمجهود والتركيز طبعا بتكون في محلها تماما يعني، لكن لما تبقى ثقه وانت خلاص مستخف بالمباراه اعتقد ان دي بتبقى مشكله كبيره جدا. لعبتنا الحمد لله مركزين بشكل كبير، وانت عارف اسلام ان شاء الله يعني في المباراه هنشوف اداء مميز جدا ان شاء الله. انا على عكسك تماما، انا بشوف انه يعني انا الجمهور بقول لك قريب بيكلموني كتير يعني من دول عشان خوفين كل حاجه يعني. الكل قلق من هذه المباراه. اشرف من بالمناسبه يعني من ساعه ما جيت قال انا يعني متفائل. انا متفائل مش قلقان يعني ان شاء الله من الناس اللي يعني المتفائله.
في هذا الامر كلنا متفائلين، ولكن طبعا انا اقصد ان في ناس متخوف شويه او بقلق بالظبط. فعشان كده بقول لك انا بشوف ان لا لم تنتقل. بالمناسبه يعني دي بنقولها لصديقنا المشجع التونسي وهو بيتكلم، لا احنا ما عندناش حد بيفكر بهذا الشكل. كل لعبتنا حتى لو عند الجمهور شويه، لكن كل لعبتنا لا تفكر الا في شيء واحد، كيف يمكن ان نفوز على فريق كبير زي الترجي ان شاء الله يوم السبت القادم. اخيرا رسائلك بقى لكل الناس، جماهير، لعيبه، جهاز. الجماهير طبعا يعني محتاجين جماهيرنا من قبل المباراه لبعد المباراه تشجيع دائم. لعبتنا محتاجه ده بشكل دائم طوال ال 90 دقيقه، علشان فكره سرحان لعبتنا بعض الاوقات، وبالتالي دايما جماهيرنا هي اللي بتفوق اللعيبه داخل الملعب، واعتقد الحمد لله جماهيرنا دايما بتقوم بالدور ده على اكمل وجه. لعبتنا طبعا محتاجين اننا نركز طوال المباراه، محتاجين الاصرار، لان مباراه اسلام مش هتخلص من اول دقيقه، هيكون في صعوبه كبيره جدا في اخترقات دفاعات الترجي، وبالتالي محتاج انك تشتغل باصرار كبير جدا جدا وروح عاليه كبيره جدا جدا، لان التحامات لعيبه الترجي قويه وعندهم جلد غير طبيعي وصبر غير طبيعي في المباريات الكبيره اللي زي دي، ان هم لاخر دقيقه في المباراه. الاصرار والروح طبعا هتفرق كتير جدا في نتيجه اللقاء. مستر كولر اعتقد انه مجهز سيناريوهات كتيره جدا للقاء، لكن اعتقد ان اللي هيفرق كتير في هذه المباراه هو فكره التمرير الكتير السليم، بلاش كرات طويلة، الاستحواذ والتمرير الكتير علشان تقدر تخترق الدفاعات دي سواء من العمق أو من الأطراف. أتمنى إن شاء الله أن لعبتنا تقدر إن شاء الله تخلص المباراة بدري، إحراز هدف بدري هيفرق معنا كتير جدا جدا، وإن شاء الله كل التوفيق بإذن الله للنادي الأهلي إن شاء الله. أشرف، أنا بشكرك جدا على تواجدك معنا النهاردة، وإن شاء الله نحتفل يا رب لو لينا نصيب يوم الحد إن شاء الله. شكرا، شرف كبير لي وجودي معك كابتن إسلام، وإن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي بإذن الله، إحراز النجمة الـ 12 إن شاء الله. يا رب ان شاء الله تكون النجمه رقم 12 على تيشيرتات النادي الاهلي السنه القادمه. ده اللي هنعرفه ان شاء الله يوم السبت القادم. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل استاذ محمد الباز والاستاذ احمد مجدي في ضيافه البيت الكبير.